أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. والحقيقة أحداث كتيرة جدا على الساحة الكروية، سواء بمتابعتنا لمنتخبنا الأولمبي مباراته اليوم أمام منتخب زامبيا، بعدها بيومين منتخبنا الأول أمام منتخب ملاوي، وبعد كده بنتكلم عن طبعا الأندية المصرية في دوري أبطال أفريقيا تحديدا النادي الأهلي والتفاصيل المتعلقة باللقاء. ملفات كتيرة جدا جدا، وأحلى حاجة إن احنا نكون بنناقشها مع صديقي العزيز والمحلل الرياضي محمود شاكر. جاب اللقاء ولكن سعيدة جدا بيه. ده حقيقي. صباح الفل عليك صباح يا الفل مريم. عليك. يعني بقالي كتير، اخر مره طلعت معاك سكايب، فاول مره اطلع معاك في الاستوديو. كنا قدام، كنا اتنين اصلا. انا اول مره اطلع سكايب في حياتي كان معاكي، فانت ويحيى طبعا، فدلوقتي اول مره استوديو، فسعيد جدا جدا والله بجد ان انا موجود انت معاك منورنا النهارده. الله ومتالق يخليك. وشاطر جدا، وسعيده قوي ان انت موجود الله معانا النهارده، يخليك. لانها اخر حلقه رمضان قبل اكيد، رمضان. كل سنه طيبه، وانت وكل سنه طيب طيب اتوا كل الساده المشاهدين، رمضان اكيد، كريم على كل الجميع سنه ان شاء وكلنا الله. طيبين يا رب. نبدا مع ماتش النهارده، لان هو ده اكيد الحدث الابرز، منتخب زامبيا واستضافه المنتخب الاولمبي ليه. تتوقع ايه مستر ميكالي؟ ناس قلقانه قوي، ولانه اعتمادنا طول الوقت، اصل احنا عندنا لعيبه جيده بيلعبوا مع انديتهم في الفريق الاول. الحقيقه المعايير بتاعت النجاح اختلفت، والهيبه بتاعت منتخب مصر للاسف ما بقتش قويه زي زمان، بالعكس بتحس الناس طمعانه فيك. ده حقيقة مرهان. القصة كلها إن في حالة من التشاؤم شوية في الشارع المصري بسبب نتيجة طبعا اللي كانت سيئة لمنتخب الشباب، البطولة اللي كانت معمولة هنا، بطولة أفريقيا، وإن إحنا بقالنا كتير قوي في قطاعات الناشئين أو في منتخبات الشباب والناشئين ما بقاش لينا أي ألقاب، ما بنروحش في حتت بعيدة، ممكن نطلع من الدور الأول، ممكن ما يتأهلش تماما، فدي اللي مقلقة الناس شوية. ولكن عاوزين نطمن الناس ان اعتقد ان ميكالي واحد من المدربين الرائعين اللي انتدبهم الاتحاد الكوره المصري، مدرب رائع عنده انجازات كتيره جدا مع منتخب البرازيل سواء الشباب او سواء الاولمبيات، واخد معاهم اولمبيات ريو دي جانيرو 2016. وغير كده كمان لما نيجي نتفرج على مثلا مباراه مصر والسودان اللي كانت اللي فاتت، لا منتخب مصر للاولمبي ليه شكل، ليه هويه، في جمل بتتعاد كتير رغم ان هو غير اللعيبه تماما الشوط الثاني وعمل تغييرات كتيره، ولكن المنتخب ليه شكل، اللي بينزل زي اللي جوه زي اللي بره، كلهم بيحاولوا يطبقوا نفس الافكار. الراجل عنده افكار كتيره جدا حتى كمان في الكور الثابته، فده واضح ان هو راجل بيذاكر كويس ومشتغل كويس. ولكن عاوز اكلمك على حاجه مهمه جدا ليه علاقه باللعيبه نفسها. اللعيبه لازم تبقى فاهمه كويس قوي ان ده بدايه الحلم لاي لعيب كوره في العالم، الحته او ان انت تبدا من النهارده. لو كسبنا زامبيا وتاهلنا الى نهائيات افريقيا اللي هتبقى مقامه في المغرب، عشان كده بقول لك ده حلم لكل لعيب، هتقدر ان انت تروح افريقيا، لو وصلت ان انت تروح سيمي فاينل هتقدر ان انت تروح كاس العالم، لو خلصت في اول ثلاث مراكز تروح كاس عالم الشباب، سوري، تروح الاولمبيكس باريس. الموضوع يفرق معاك بشكل كبير جدا. ارجع لك بقى يا مرهان ل 2012. محمد صلاح واحد من اكتر اللعيبه اللي موجوده ومشرفانه في تاريخ الكره المصريه، واقوى لعيب في تاريخ الكره المصريه كان موجود في الاولمبيكس 2012. محمد النني، احمد حجازي، احمد الشناوي، اللعيبه دي كانت امتداد كبير جدا 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 للاعبي المنتخب الاول لحد النهارده، وهم القوام الرئيسي لمنتخب مصر. ولكن عاوز اكلمك ليه ده حلم اللعيبه الصغيره الموجوده النهارده. محمد صلاح كان ساعتها بيلعب في المقاولين، على كده ممكن يكون راح بازل، فكان لسه الكلام على بازل في 2012. دلوقتي محمد صلاح واحد من التوب، يعني من التوب بلايرز في العالم كلها، واحد من افضل اربع او خمس لعيبه في العالم كلها، فده حلم كبير جدا. فاللعيبه لازم تبقى عارفه كويس ان هي بتسوق نفسها، ناس كلها بتتفرج عليها، هتلعب في مستويات مختلفه. انت لو لا قدر الله طلعت، لا هتروح افريقيا ولا هتروح الاولمبياد، فده هيفرق معاك بشكل كبير جدا. انت هيفرق معاك انت كلاعب كوره في المستقبل اللي جاي ان شاء الله. انما على الجانب الفني زي ما قلت لك، منتخب مصر مع ميكالي انا شايف ان هيبقى المباراه ان شاء الله هتكون في المتناول. في عيب شويه عند منتخب مصر وهو اضاعه الفرص، بنضيع فرص كتير، ولكن دي قافه الكره المصريه في كل الاعمار وفي كل المستويات للاسف يا مريان يعني، ودي المشكله اللي بتبقى موجوده. ولكن المنتخب ليه شكل وليه هويه، في لعيبه كتيره جدا واعده، لعيبه كتيره جدا بروميسنج. يعني احنا بنتكلم مثلا في خط الدفاع، بنتكلم في محمد مغربي اللي كان بيلعب مثلا في النادي الاهلي وبعد كده حصرف بره وراح سموحه، بنتكلم في عمر فايد واحد من اللعيبه الممتازه جدا ومن لعيبه منتخب الشباب، بنتكلم على حسام عبد المجيد واحد من افضل المدافعين اللي موجودين في
الدوري العام ككل هو واحد من لاعبي المنتخب الاولمبي. بنتكلم على احمد عيد، بنتكلم في نص الملعب برضو في لعيبه كتيره جدا، وبنتكلم في الخط الامامي انا بشوف برضو اسامه فيصل من اللاعبين الرائعين. نفس الكلام برضو مصطفى سعد ميسي، ونفس الكلام برضو عماد ميهوب. فلا المنتخب الى حد ما ليه شكل وليه هويه، واعتقد ان شاء الله. بس لازم المنتخب النهارده، بما ان المباراه الجايه مش هتكون سهله وهتكون صعبه لان هي بعد 4 أيام فقط والسفر، وعارفين افريقيا والكلام ده كله، بس لازم نخلص بدري المباراه، ولازم لو اتيحت اي فرص منتخب مصر يخلصها على طول من بدري علشان ما تعقدش الدنيا عليك. ولكن في مشكله ممكن تكون موجوده في منتخب مصر، ان مش كل اللاعبين بيلعبوا في انديتهم ال 90 دقيقه، ومش كلهم بيشاركوا بصفه اساسيه، ودي كانت المشكله اللي موجوده عند منتخب الشباب. فلذلك يا مريان مباراه مش هتكون سهله ومش هتكون صعبه، ولكن انا شايف ان هي في المتناول لمنتخب مصر. وميكالي مدرب كويس جدا، وشفنا له افكار كتيره جدا، وبعدين محتضن اللعيبه وبيقدر ان هو يطلع الحافز، ويقدر ان هو يحفز اللعيبه ويدي الشغف بتاعه اللعيبه الصغيره. ادتني تفاؤل رهيب ان شاء الله الساعه 6 ان شاء الله. عاوز اقول لك ميكالي وفيتوريا بالرغم من حاله التشاؤم اللي كانت عندنا كالشارع الكره والمصري في حاجات كتيره جدا، ولكن انا شايف والله ان الاثنين دول فيتوريا وميكالي شايف ان في امل كبير جدا، وانا مستبشر بيهم خير جدا. حتى فيتوريا لما لعب مع لسه نتكلم عن المنتخب الاول، الاثنين رائعين. انا شايف ان هم انتدابات كويسه جدا، سي في محترم يقدر يفرق معانا احنا كمنتخب مصر. وقصه بقى التشاؤم والاعمار السنيه الصغيره دي مشكله كبيره جدا لسه، يعني دي حاجه عايزه تتصلح، كلام كتيره جدا بالزبط. لان للاسف يا مريان لما شفنا منتخب مصر للشباب، القصه مش قصه اللاعبين، ممكن يكون اللاعب المقاومات بتاعته اكتر من رائعه سواء بدنيا او مهاريا فقط، ولكن نفسيا وذهنيا عندهم مشاكل كتيره جدا في التمركزات، عندهم مشاكل كتير جدا في التقويم في الاساس. اللعيبه دي من الصغر في مشاكل كتيره جدا في التمركزات، ازاي اقف، ازاي اغطي، ازاي التحولات تبقى عامله ازاي. فانت ممكن تكون لعيب كوره تشوفه تلاقي عنده كل المقومات الرائعه للعيب كوره، بس ينزل الملعب يبقى يتوه في اماكن معينه، ما يعرفش يتصرف في اماكن معينه، الحاله الذهنيه بتاعته بتتاثر بشكل كبير في قراراته، فبتاثر على قراراته خصوصا في الثلث الاخير. تمركزات زي ما قلت لك، تمركزات الحركه بدون كوره، الجري بالكوره، لان انا يعني بقعد اسمع محللين بيتكلموا في تفاصيل صغيره، انك تجري بالكوره باصص في الارض، بص على الكوره، دي حاجه غلط جدا ما ينفعش في الكوره. بيقول لك اللي يتعدوا على الصوابع في الدوري المصري اللعيبه اللي الكوره في رجليه وباصص شايف الملعب بعينيه والكوره في رجليه. ففي حاجات المفروض دي الف ب للاسف الاساسيات اللي المفروض تكون عند اللعيبه، وبنتكلم عن نجوم بيفتقدوها، تمركزات، حركه بدون كوره، ان انت تكون بتقرا الملعب، يعني دي كلها حاجات للاسف أكيد. وللاسف يا مريان ده كله بيجي من وانت صغير، بالظبط، من مدربين الناشئين ومدربين الشباب. مهم جدا والله، الاهم من المديرين الفنيين للفرق الدرجه الاولى، المديرين الفنيين او القطاعات الناشئين، ان الناس دي لازم تبقى دارسه بشكل كويس جدا جدا، واخده كورسات او واخده لايسنس، علشان انت المهم ان انت بتقوم، انت كانك بتربي طفل في البيت، بتربي لعيب كوره، تعرف اللعيب كوره ده تقول له يشتغل ازاي، يشتغل على نفسه ازاي. ثقافه هنا، اصل الموضوع برضو ان اللعيب، خدي بالك يا مرهان، موضوع ان انت مره واحده بتبقى نجم، تاخد فلوس، تاخد شهره، وتاخد صيت، قناه تتكلم عليك، سوشيال ميديا تتكلم عليك، فريق يتخانق عليك، اتنين بس خلاص، بالظبط. والمشكله ان احنا اللي بنصنع للاسف اللعيبه دي بنحطها كده في حته، اللعيب ده بيبقى ما عندوش ثبات انفعالي، فاللعيب بتلاقي مستواه بينزل وبيطلب طلبات غريبه. فانا بقول لك دي مشكله، انت من الاول لازم ثقافه اللعيب تتنمى، ويبقى في اللعيب من جواه عارف كويس جدا ان انا لازم اخد كل حاجه خطوه بخطوه، وكل حاجه ما استعجلش فيها، عشان خاطر لما مره واحده يتعرض للاضواء وللسبوت الشهرة والكلام ده كله لازم يبقى متزن. وطول ما انت متزن هتعرف ان انت تروح حتت بعيدة. محمد صلاح دايما دايما كل ما بنيجي نتكلم عن محمد صلاح ايقونة في كل حاجة. محمد صلاح يا مريان واحد من التوب ليفلز في العالم، توب يعني من اللعيبة اللي في يعني اكتر 5 لعيبة في العالم تكون معروفين، واستمراره في ده هو اللي مخليه طب. استمراره في ايه بقى يا مريان؟ عطولات عنده ثبات انفعالي، ما بينفعلش، ما بينبهرش، على طول جعان كورة، تخلق لنفسك دافع، تخلق لنفسك كل حاجه. ما هو دي زي ما بقول لك، لعيب الكوره الصغير بقى عنده 19 18 سنه يكبر، يجيب عربيه، يجيب بيت، خلاص يهدى شويه بتاع، فتلاقي الكيرف بتاعه بينزل. بعد ما بيروح الاهلي او الزمالك بتلاقيه بقى بيفضل يتنطط في الانديه، الكيرف بيتدمر بعد كده بالظبط كده، وتلاقي الموضوع بس خالص. فان شاء الله باذن الله منتخب مصر الاولمبي النهارده يعمل مباراه كويسه. منتخب زامبيا
عاوز اقول لك على حاجه، هو عنده محترفين، اتنين محترفين، واحد تقريبا بيلعب في اتلانتا بس فريق الرديف اللي هو اندر 21، ولعيب برده تاني بيلعب في يونج بويز تقريبا السويسري اعتقد، فهم بس دول اتنين محترفين، احنا ما حدش شافهم، ما لهمش مباريات كتيره، ولكن برده هم ما شاركوش حتى في بطوله الشباب اللي كانت معموله في تونس ساعه لما منتخب مصر تقريبا 15 لعيب او 17 لعيب جاله كورونا من فتره، من سنه تقريبا، هم ما كانوش موجودين، فمنتخب اعتقد ان شاء الله يكون في المتناول لمنتخب مصر الاولمبي باذن الله. يا رب ان شاء الله نكون قادرين على يعني الفوز النهارده بنتيجه، مش مجرد نتيجه، اعتقد ده اللي احنا منتظرينه، واحنا محتاجين نتيجه واداء، فلان في اوقات بتبقى خلاص الثلاث نقط، بس احنا دلوقتي محتاجين خلاص الثلاث نقط، ومحتاجين ان احنا نشوف اداء يطمن، فهي دي التوليفه باذن الله تكون على ايد مستر ميكالي. طيب نروح لمنتخب مصر الاول بقى، علشان احنا عندنا حاجات كتير هنروح لها، فمش عايز الوقت يسرقنا. منتخب مصر على اعتاب مباراه مهمه جدا جدا، عندنا غيابين مهمين للاسف، سواء تريزيجيه او النني بسبب الاصابه، ولكن عندنا لعيبه حاضره، وعندنا مستر وي فيتوريا اللي الناس كلها مستبشره خير كده بقدومه، وبالرغم من التوقيت صعب ولكن مفيش مستحيل، ومنتخب ملاوي ممكن يكون منتخب تنتظر منه المفاجآت زيه زي اي منتخب في افريقيا. يعني دلوقتي مش حابه اقول اصل احنا افضل بالورقه والقلم، ادي الورقه وادي القلم، فاهم؟ خلينا في ارض الواقع دلوقتي. ما دام احنا في بدايه حقبه جديده مع المنتخب الوطني، يبقى لازم بقى نبتديها صح، لازم نبتدي المشوار صح. ازاي يا مرهان؟ ان انت في المباراه دي، مباراه سهله، المفروض ان هي مباراه سهله على الورق، ولكن احنا دخلنا نفسنا في مشاكل كتيره جدا 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 الفترات اللي فاتت، وفي تصفيات كتيره جدا من اول 2014 بسبب التصنيف السيء لمنتخب مصر، بسبب فقدان نقاط كتيره جدا في مباريات سهله ملهاش لازمه، او في مباريات وديه برضو، وعدم اللعب اصلا مباريات وديه بالظبط كده، وفي مباريات كانت بتكون موجوده في الاجنده الدوليه وفي نفس الوقت منتخب مصر ما بيلعبش، ده اثر علينا، اثر علينا بشكل كبير والله يا مرهان، بنسبه كبيره جدا لو منتخب مصر كان تصنيفه افضل شويه كان ممكن يكون موجود في قطر في كاس العالم اللي فاتت. ونفس الكلام برضو في 2014 لما رحنا لعبنا غانا وخسرنا 6-1 بسبب برضو التصنيف، كان برضو احنا السادس، مع ان احنا ممكن لو كنا الخامس كان القرعه هتفرق معانا بشكل كبير، فده لازم نستغله من النهارده. دي اول حاجه. تاني حاجه عاوزين نشوف بقى التكرار والنمطيه والاسلوب والشكل الجميل اللي ابتدى بيه روي فيتوريا مع منتخب مصر. كان عاجبني جدا ان هو تدرج في المباريات، ان هو في الاول خد مباراه سهله تقريبا كانت مباراه غينيا او ليبيريا، بعد كده بقى كسب مباراه غينيا، بعد كده قام لاعب ماتش كان كبير اللي هو مباراه بلجيكا، وقدر ان هو يحرز الفوز على بلجيكا في مفاجاه كانت كبيره جدا لينا احنا كمصريين، ناس كتيره ما كانتش عارفه روي فيتوريا، ولكن الراجل عمل مباراه رائعه بصراحه يا مرهان، وكان في شكل المنتخب مصر، وحسيت ان منتخب مصر من فتره كبيره جدا كان متماسك دفاعيا، وقادر ان هو يعمل التحولات، وقادر ان هو يعمل الترانزيشنز، وقادر ان هو يبقى ليه خطوره كبيره جدا على منتخب بلجيكا. في غيابات النهارده زي ما انت قلتي، محمود حسن تريزيجيه او سواء طبعا محمد النني في الارسنال، وفي برضو غياب ممكن يكون محمود حمدي الونش طبعا مدافع نادي الزمالك واكيد عمرو السوليه برضو من اللعيبه اللي الراجل اكيد كان عنده كان عاوز يضمهم، ولكن شاف ان هم فيزيكالي او بدنيا لسه مش جاهزين قوي، لان هم بقى لهم فتره بعيد طبعا الونش سعيدين بعودته، ورغم ان هو اتحط في ماتشات صعبه جدا مع نادي الزمالك، ولكن بدنيا الونش لسه شويه كده وزنه ممكن ينزل شويه بالظبط، وحته حته التويستات وحته الترنات دي بتيجي مع الوقت. نفس الكلام عمرو السوليه برده كان راجع من اصابه طويله، ولكن منتخب مصر انا شايف ان هو مش هيتاثر باي غيابات موجوده، احنا بنتكلم لو تريزيجيه مش موجود بنتكلم على عمر مرموش موجود، وعمر مرموش بصراحه هو كان الاساسي او هو كان الافضل الفترات اللي فاتت دي كلها، وتريزيجيه كان بينزل يعمل الفارق. نص الملعب شفنا انضمام مفاجاه وهي مروان عطيه، زواج امام عاشور النهارده ما اعرفش هيلحق المباراه لا، واكيد وبنقول له مبروك، بس أكيد. يعني عجبني جدا تصريح روي فيتوريا وهو بيتكلم بيقول ان يعني كان مهم جدا ان مثلا واحد زي امام عاشور انا اللي سمحت له ان هو يتجوز في وقت زي ده، رغم ان هو التوقيت مزنوق جدا، ولكن مهم الاستقرار، اللعيب بيلعب في اوروبا هيفرق معايا مع منتخب مصر، هيفرق مع لعيب بشكل كبير جدا، الاستقرار لاي لعيب صغير في السن، فدي برضو لفته كانت رائعه بالنسبه لي انا، من عقلية من مختلفة. طبعا عقليه مختلفه جدا، هو اهم حاجه عنده هو شايف ان هو لعيب بروميسنج، لعيب واعد بشكل كبير جدا، فخلاص اهم حاجه عندي دلوقتي ان امام عاشور يبقى كل حاجه عنده فيها استقرار، ايه يعني هيتجوز في الوقت ده في وقت المباراه مفيش مشاكل، كده كده منتخب مصر قادر ان هو يعوض امام عاشور، ولكن العقليه رائعه بشكل كبير جدا. وعجبني الالتفاف مش بس من روي فيتوريا، زياره محمد صلاح امبارح يا مريال لمنتخب الاولمبي
كبيره جدا 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 اللعيبه دي وبتحفزهم بشكل كبير طبعًا. جدا وحاجات دي بتيجي من محمد صلاح. تصريحاته هو قال اللي انت كنت بتقوله ده على لسانه، اللي هو انا بدايتي يا بدايه الانطلاقه كانت بتفوقي في المرحله الاولمبيه. وعلى فكره وعايزين، هو اكيد عايز يكون بيلعب مع منتخب الاولمبي في اولمبيكس، اكيد ضمن ضمن الثلاث من اللعيبه الكبيره. خدي بالك من حاجه، 2012 محمد صلاح ما كانش اساسي في اول مباراه قدام البرازيل. هل لك ان تتخيلي ان في الاولمبياد 2012 محمد صلاح نجم منتخب مصر التاريخي دلوقتي ما كانش مبتدي اساسي في مع كابتن هاني رمزي، بعد كده نزل عمل الفرق في الشوط الثاني، وبعد كده بقى من هنا كانت انطلاقته. فعشان كده بقول دي انطلاقه مهمه جدا للعيبه المنتخب الاولمبي، لازم تحط كل الاحلام دي وكل الصور دي في دماغها، ان انا اروح لبعيد من الحاجات زي دي اللي بتسوق اي لعيب كوره في العالم البطولات الصغيره. نرجع ل هنروح لفصل وبعد كده نرجع لفصل. احنا هنرجع على ايه علشان نرجع على منتخب مصر، نرجع على منتخب مصر تفاصيل اكتر عنه، بس هستاذنك واستاذن حضراتكم نروح لفاصل ثم نواصل ضيفنا النهارده المحلل الرياضي صديقي محمد شاكر. حسين جدا بوجودك، بس بعد الفاصل نكمل كلامنا، خليكم معانا. محمود شاكر محلل رياضي في ضيافتنا النهارده في صباح اون تايم. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن منتخب مصر، وممكن تسترسل لو في اي نقاط حابب تتكلم فيها، وبرده ممكن تقول لنا التشكيل اللي انت متوقعه يظهر بيه منتخبنا تحت قياده مستر وي فيتوريا، ولو عايز بقى تقول التشكيل يعني المفضل بالنسبه لك برده في النص كده لو في تغييرات. اهم حاجه في مباراه ان شاء الله منتخب مصر ومنتخب بلاوي ان انا ما اندركش لحته ان انا الماتش يطول ونقعد اكتر من ربع ساعه تلت ساعه 25 دقيقه مفيش اهداف، ده هيعلي الحافز عند ملاوي وهتلاقي التحامات كتير وهتلاقي عنف كتير، فمن الاول خالص خلص المباراه، فلازم استغلال الفرص من اول دقيقه لمنتخب مصر، وده اللي هيفرق بشكل كبير مع منتخب مصر، خصوصا كمان لما تروح المباراه الثانيه تكون قضيت خالص على املهم، خصوصا ان المجموعه كل الفرق للاسف عندها 3 نقاط. التشكيل الافضل او التشكيل الامثل لمنتخب مصر اكيد محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني باك رايت، باك ليفت احمد فتوح، اثنين مساكين طبعا محمد عبد المنعم واحمد حجازي. نص الملعب هنا اللي ممكن تكون القصه كلها، هل هو هيلعب 4-3-3 ولا هيلعب 4-1-2-3 ولا هيلعب 4-2-1-3، هي دي القصه، ان هو يلعب 2-8 ولا 1-6. فاعتقد ان بنسبه كبيره طارق حامد اكيد هيبقى يكون موجود، لعيب دستروير بيلعب رقم 6، وهيكون موجود محمود حماده اللي الراجل مقتنع بيه بشكل كبير جدا، وتحسب لروي فيتوريا لان هو لاعب اكتر من رائع. وعاوز اقول لكاميران احنا كلنا لو ما كانش انضم محمود حماده لمنتخب مصر زي محمد عبد المنعم مع كيروش زي عمر كمال عبد الواحد، ما حدش كان هيشوف اللعيب ده خالص، عنده 29 سنه، فمعناها ان في مواهب كتيره ولكن العين تبص. فيبقى طارق حامد ومحمود حماده. الثالث بقى يا هيكون زيزو، وزيزو عنده ادوار هجوميه واعتقد بنسبه كبيره ده اللي ممكن يبتدي، ان زيزو يلعب في دور رقم 10 او دور رقم 8 الثاني مع محمود حماده، او اعتقد ان هو ممكن يلعب امام عاشور، سواء برضه نشوف امام عاشور موضوع ان هو جوازه ده هيدخل القايمه ولا لا. والثلاثه طبعا الثلاثي الامامي مفيش خلاف عليهم، عمر مرموش على الشمال وطبعا محمد صلاح على اليمين، وفي الامام مصطفى محمد. اعتقد ان دي التشكيله الافضل لروي فيتوريا في مباراه منتخب مصر. الناس كانت حاطه في عين الاعتبار ممكن تذبذب في مستوى حارس مرمى نادي الاهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، انه ممكن يكون بيأثر على حظوظه الى حد ما في ظل تألق شايفينه لاحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز. انت شايف الحته دي ممكن يكون فيها اي لخبطه ولا محمد الشناوي؟ لا، محمد الشناوي يبقى حارس مصر الاول برغم الاخطاء اللي ساعات بيخطئها، ده طبيعي جدا، وعارفين مستواه نزل، وقلنا ناس كتير بتتكلم ان لازم حارس تاني يجي عشان يزق معاه في النادي الاهلي عشان، ولكن محمد الشناوي يبقى باخطائه يبقى هو حارس الافضل في مصر. على فكره احنا لو بصينا على احمد الشناوي ساعات بيخطئ كتير جدا في الدوري، بس السبوت ما بيبقاش موجود على الانديه الثانيه زي انديه الاهلي والزمالك، فاجوان الاهلي والزمالك لما بتغلط بيبقى السبوت جامد قوي عليهم، ولكن محمد الشناوي على مستوى يعني كبير ممكن نشوف ان هو لا مستوى طول الوقت يعني حارس مرمى منتخب مصر لازم يكون بيلعب في نادي جماهيري طبعا، علشان ضغط كبير جدا بيكون عليه طبعا، فلازم يكون متعود عليه الى حد ما. طبعا الشناوي ايه ما لعب مع نادي الزمالك
الزمالك، ولكن غيابه فتره طويله عن اللعب تحت ضغط الجمهور دي حاجه ممكن تكون برضه. وكمان حظ احمد الشناوي مع منتخب مصر مش دايما كويس. بالزبط. اول مباراه لعبها مباراه السنغال كانت هنا في مصر من حوالي تقريبا 6 7 أو 8 سنين، تعور ومشي اول ثلث ساعه وبرضه. لا ده دي كانت امه، كان في واحده دي كانت بعدها. أيوه. قبلها اول ماتش خالص كان لسه حتى نزل مكانه محمد صبحي حارس الاسماعيلي. نعم. انا فاكر كان المباراه دي كانت في صغيره بالظبط كده. وفي بالظبط. وفي الحاجه الثانيه بقى طبعا افريقيا اللي هي كانت 2017 لما اتصابوا نزل مكانه الحضري، والحضري عمل بطوله اسطوريه. أيوه. فلا محمد شناوي اكيد هو الاختيار الافضل انا شايف اكيد لمنتخب مصر، يعني حتى لو بيخطئ كتير لكن محمد شناوي هو قيمته كبيرة جدا في منتخب مصر. فانا شايف ان دي ممكن تكون يا مرهان التشكيله الافضل اكيد لمنتخب طيب مصر. بما اننا جبنا سيره محمد الشناوي خلينا نروح بالكلام من منتخبنا الوطني للنادي الاهلي. نادي الاهلي يعني تحس كده كان في مرحله انتقاليه ما بين نادي الاهلي قبل كاس العالم للانديه ونادي الاهلي بعد كاس العالم للانديه، بالرغم من المشاركه حاجه عظيمه جدا ومواجهه امام ريال مدريد، حتى لو ما قدرش نادي الاهلي يكون حتى بيحصل على ميداليه برونزيه، ولكن بيبقى وصوله لنصف النهائي حاجه عظيمه طبعا. الرجوع من بعدها تحس ان ذهنيا وبدنيا وفنيا وكل حاجه متاثر فيها النادي الاهلي، وواصلين لمرحلة اعتقد جيدة، الحظوظ كلها في الملعب ان انت تكون بتفوز على الهلال السوداني على ارضك حاجة ان شاء الله في المتناول. بس قبل ما نروح لده، شفت يعني اعتذار النادي الاهلي عن مشاركته في كاس الرابطة في الموسم الحالي ازاي؟ هل حاسس ان لا كان مستر مارسيل كولر ممكن يستفيد حتى من مرحلة الناشئين بشكل او باخر ويكون بيزقهم في البطولة دي، ولا شايف ان القرار صائب؟ قرار صحيح بنسبة 100% وهو اعتذار النادي الاهلي عن بطولة الرابطة بسبب عوامل كتيره جدا. اي حد مكان كولر، اي مدير فني مكان مارسيل كولر هيعمل نفس الكلام ده بالظبط وهيعتذر. طبعا احنا بنتكلم في الاهم ثم المهم، نتكلم طبعا الاهم بطوله افريقيا. بطوله افريقيا دلوقتي الماتش بعد 4 أيام فقط يا مرهان، فالموضوع صعب جدا من مباراه المصري هيبقى بعد 4 أيام، وبعدين ضغط ماتش بتاع ماتش مباراه الهلال، وعارفين الموقف بتاع النادي الاهلي عامل ازاي، ده هيشتت تركيز النادي الاهلي بنسبه كبيره. وبطولات الرابطه عموما في كل الـ 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 العالم بتبقى دايما السكند تيم او فريق رديف او بيبقى بتدعيمات، وبعض اللعيبه الناشئين بيبقى عندهم الاكسبوجر اكتر، ان انا بتشاف اكتر، ان انا بجرب لعيبه اكتر. ولكن مين هيقود النادي الاهلي في بطوله الرابطه لو مش كولر؟ فهي دي القصه. فهو لو كولر هيقود النادي الاهلي في بطوله الرابطه فدي هتبقى مشكله بالنسبه لي، ما انا برضو تشتيتي يعني هتشتت فكري بالظبط كده. وانا اسف المباراه طبعا الهلال هي الاهم، يعني انا بتكلم في بطوله افريقيا، بطوله الدوري، بطوله الكاس، بطوله السوبر، بطوله الرابطه، يعني حتى النادي الاهلي السنه اللي فاتت شارك فيها تقريبا بالسكند تيم، فمش فارق صغير. مش فارق قوي مع النادي الاهلي بشكل كبير. واي حد مكان مارسيل كولر هياخد هذا القرار، وكويس ان النادي الاهلي اتكلم او انسحب من المباراه، اولا ان هو ينسحب من البطوله من قبل المباراه عشان ما نشوفش يعني مشاهد بقى نشوف الفرقه بتنزل لوحدها وفريق تاني مش موجود بالظبط. لا بشكل رسمي بالظبط. فهو الاعتذار يعني بشكل رسمي كان اكتر من رائع، ولكن هو قرار صحيح صائب بنسبه 100%. اي حد مكان الراجل كان هيعمل كده. طب انا سريعا عشان قالوا لي لازم اختم، بس انا لازم ناخد برضو حاجه عن ماتش الهلال طبعا. يلا بينا. شايف اللقاء ازاي؟ تفاصيله صعوبته في المتناول، الجمهور 50,000 وده رقم برضو كبير، يعني بقالنا فترات ما شفناش رقم زي ده، يعني الشكل عامل ازاي؟ هي مباراة كرامة كروية من الأول للآخر للنادي الأهلي. النادي الأهلي جات له الفرصة على طبق من ذهب تاني تحت أقدام لاعبيه. النادي الأهلي المفروض يخلص المباراة دي بسكور كويس جدا، ويقول إن مباراة الخمسة بتاعت سان داونز ما كانت هي إلا مباراة عابرة، وان النادي الاهلي يوجه رساله تانية، انا جاي اخد بطوله افريقيا وجاي اقول ان النادي الاهلي لسه بطل افريقيا الاول والاوحد والاكثر تحقيقا البطولات. فالماتش لازم النادي الاهلي يوجه رساله اول حاجه للنادي الهلال السوداني، لان المباراه مش هتكون رساله كرويه عادي. طبعا لا رساله كرويه طبعا قبل الماتش. هو موضوع مش موضوع كرة والله كرة يا مدام مش مستاهل، هو كوره. كل سنه وانتم طيبين والدنيا حلوه بالظبط. وانا اسف يعني طول عمري يعني فرق كبير قوي ما بين النادي الهلال وما بين النادي الاهلي في كل حاجه كرويا وتاريخيا وكل حاجه.
مش هنتحط في الحته دي. النادي الاهلي هينزل كوره يخلص كوره وده اللي الاهلي بيعمله على طول. فمباراه هتكون ان شاء الله في متناول النادي الاهلي. الضغوطات ممكن تكون كتيره مع الجماهير اللي هتبقى موجوده في الملعب. ولكن اعتقد ان لعيبه الاهلي خلاص متمرسه على موضوع الضغوطات ده كله. ولازم بقى مرهان نرجع نشوف الاعداد دي بالالوفات دي. ده الطبيعي بقى في كل المباريات. عشان كنت لسه بقول وانا بقول على الخبر انه جوده اللعب المصري متاثره جدا بسبب عدم وجود جماهير. جدا جدا مرهان. انا سافرت ماتش تونس الاهلي والترجي التونسي في 2018. اجواء صعبه جدا جدا. ملعب رياض صعب جدا. الناس اللي سافرت ماتش الاهلي والوداد الزمالك والرجاء والزمالك والوداد ماتشات صعبه جدا في المغرب وفي تونس. فلازم احنا نعمل. وعلى فكره بيأثر علينا بشكل كبير. انا عارف ان الوقت خلاص كده. بس ما اقولكش في معركه في وداني. بس انا لازم اختم طبعا. للاسف. وبشكرك جدا يا محمود. نورتنا وبسطنا جدا ان انت كنت موجود معانا النهارده. محمود شاكر المحلل الرياضي كان في ضيافتنا النهارده في صباح اون تايم. سريعا بقى هاخد اجابات سؤالنا النهارده. توقعاتكم لنتيجه مباراه منتخبنا الاولمبي ومنتخب زامبيا. احمد عبد الحميد صباح الفل بيتوقع فوز المنتخب الوطني الاولمبي النهارده على منتخب زامبيا 2-0. ابراهيم الاهلاوي كل سنه وانت كمان طيب شكرا. ان شاء الله منتخب مصر يفوز 2-1. محمد نور شعبان ان شاء الله فوز منتخب مصر النهارده 2-0. محمد ياسر 2-0 لمصر. بسرعه 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 اخد نفس. واشكر حضراتكم شكرا جزيلا. باذن الله نلتقي على الف خير بعد نهايه شهر رمضان الكريم. باذن الله يكون شهر خير وسعاده ورضا وكل حاجه حلوه على حضراتكم. ودايما كده نكون راضيين وحاسين بسعاده وبنتجمع مع اسرتنا وفي سلام نفسي كده بيعم من خلال الناس اللي حوالينا ومننا. واشكر حضراتكم شكرا جزيلا ونلتقي على خير. اتفضل يا بشال.